بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 105. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك. بندر، استعرضنا سؤالا له عن طلب العلم الشرعي، له فقرة في هذا المجال يا شيخ. يقول حفظكم الله: ما أفضل الكتب التي يبدأ بها طالب العلم، سواء من كتب الفقه أو الأحاديث أو التفاسير المبسطة، ليتمكن من طلب العلم الشرعي على أصوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان طالب العلم بالدراسة النظامية فإنه يقرأ المقررات، الكتب المقررة، يقرأها ويفهمها على المدرس. وإن كان في غير الدراسة النظامية يقرأ على أحد المشايخ، فإن الشيخ الذي يقرأ عليه هو الذي يختار له الكتاب المناسب. وأما أنه يقرأ الكتب مطلقا بدون رجوع إلى العلماء فهذا خطر. قد يقرأ كتابا فيه دس أو فيه شر، وقد يقرأ كتابا جيدا لكن لا يفهمه فهما خاطئا. فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم في كلا الحالتين، دراسة النظامية أو في الدراسة المطلقة. فضيلة الشيخ، في حالة الجمع بين المغرب والعشاء في وقت الأولى، هل نصلي الوتر بعد الجمع مباشرة أو لا بد من دخول وقت العشاء؟ يبدأ الوتر من الفراغ من صلاة العشاء بسنتها، يعني سنتها الراتبة، ولو جمعت مع المغرب جمع تقديم فيبدأ الوتر في هذا. وبالنسبة لسنة المغرب الشيخ، تدخل سنة المغرب راتبة المغرب في راتبة العشاء، يصلي ركعتين راتبة عنهم. يا شيخ، هذا السائل يقول: أريد من الشيخ تعريف بالخوارج وباعتقاداتهم وإلى من ينتسبون. الخوارج فرقة قديمة ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل. وتطور أمر الخوارج بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين. قتلوا عثمان رضي الله عنه، قتلوا علي بن أبي طالب، ولا يزالون يقاتلون المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتاله، قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لكن الذي يتولى قتلهم هو ولي الأمر في تنظيم القتال وتنظيم الجهاد في سبيل الله. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: الشيخ صالح، ما حكم بقاء المرأة مع زوجها الذي يتهاون بالصلاة، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فما حكم جلوس المرأة مع هذا مع أنه يؤخر بعض الصلوات؟ يجب عليها أن تلزمه بالصلاة، فإذا لم يلتزم فإنها تطلب الفراق منه، تقيم عليه دعوة عند القاضي وتطلب الفراق منه. ما حكم استعمال العطر في رمضان، وهل هو يفطر يا شيخ؟ لا بأس بذلك، استعمل العطر في رمضان في الثياب وفي البدن ولا بأس بذلك. وصلتنا أيضا أسئلة أخرى من موقع الشيخ. يقول السائل في هذا السؤال: شيخ، شوش كثير من المستشرقين على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كيف نرد عليهم؟ ولعلكم تعطوننا نبذة عن دعوة هذا الشيخ المجدد المصلح. يا أخي، شوشوا على دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شوشوا على دعوته، فكيف بدعوة
المصلحين من بعده الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكن لا يلتفت إلى تشويشه، والدعوة ماضية ولله الحمد مستقرة، تأخذ طريقها إلى من يقبلها ويعمل بها، لأنها دعوة حق ثابتة ولله الحمد. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فلا يضرها من شوش عليها ولا من قال بها، يعني من قال بضدها، لا يضرها ذلك، لأنها دعوة حق، دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. نعم. الشيخ صالح أيضا له فقرة أخرى وهو سؤال مهم بالنسبة للمترجمين من اللغة العربية إلى اللغة الأخرى، ولسيما مترجمي كتب العقيدة، ما النصيحة لهم مأجورين؟ نصيحة لهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتقنوا الترجمة ولا يدخلوا فيها شيئا ليس منها، عليهم أن يتقوا الله، وأن يكون عليهم رقابة ومرجعية أيضا تضبط ترجمتهم. نعم. أخت مدرسة شيخ صالح تقول: ما حكم استنباط الفائدة التربوية من القرآن، حيث نؤمر نحن كمعلمات للقرآن بعد شرح الآيات بذكر فائدة تربوية يتم ربطها بواقع الطالبات حتى نصل لتدبر القرآن؟ تراجع كتب التفسير الموثوقة ويؤخذ منها، فيها نواحي تربوية وفيها نواحي عقدية وفيها نواحي فقهية، يرجع إلى كتب التفسير الموثوقة في هذا. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لمن يمضي الوقت في التحدث مع أصدقائه وإرسال بعض الأحاديث وخصوصا يوم الجمعة، وهذه الأحاديث إما موضوعة أو غير صحيحة، فيرسلها بالجوال أو الواتساب للمجموعات ويقول: أرسلوا هذه الأحاديث إذا كانت تحث على الخير وغيرها. لا يجوز العمل بما يرسل في هذه الوسائل حتى يتثبت منه، من أي مرجع أخذه، من أي مصدر، مجرد يذكر حديث ولا يذكر من خرجه ومن رواه، هذا لا يجوز الأخذ به أبدا. نعم. أخت سائلة تسأل الشيخ صالح وتقول: ما حكم ما يسمى بيوم الهمة الذي يقام في بعض المساجد ومدارس تحفيظ القرآن، حيث يجتمع الناس فيه من الصباح إلى العشاء لسرد القرآن كاملا أو جزء منه؟ لا أصل لهذا، وهذا من الابتداع، لا يقام شيء من هذه الأمور إلا بدليل من الكتاب والسنة ومن عمل السلف الصالح. نعم. جزاكم الله خير. شيخ صالح، حكم البيع بين الأذان والإقامة؟ المسجد لا يجوز البيع والشراء ولو في غير وقت الصلاة، لا يجوز البيع والشراء في المساجد، ولا يصح ولا ينعقد، لأن المساجد تجنب يعني هذه الأمور، وإنما هي لذكر الله وللصلاة ولتلاوة القرآن. أما في غير المساجد فالأصل في المعاملات الحل، معاملات الموافقة الكتاب والسنة، الأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه. نعم. يسأل الشيخ عن حكم صيد الصقور وعن بيعها. يا شيخ، صيد الصقور لا بأس به، أما بيعها فلا يجوز، لأنها سباع، سباع الطير، سباع الحيوانات، فلا يجوز بيع السباع، لكن أن يأخذ مقابل تعبه في صيدها واقتنائها يأخذ مقابل عن ذلك، لا على أنه بيع، وإنما على أنه تنازل عن كونها من اختصاصاته، باب التنازل عن الاختصاص، فلا بأس بذلك. نعم. قول الشيخ: في ذمة الله، فلان في ذمة الله لإنسان مات، في رحمة الله عز وجل. نعم. يسأل السائل عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الخطيب، وما هي الموضوعات التي يجب على الخطيب أن يراعيها في خطبته مأجورين؟ الشروط التي تتوفر في خطيب الجمعة، هذا عند وزارة الشؤون الإسلامية، عندها شروط تتمشى عليها، ومنها أن يكون متخرجا من كلية الشريعة أو من كلية أصول الدين، لابد من هذا. نعم. وصلتنا هذه أيضا الأسئلة من موقع الشيخ صالح، يقول السائل: مراقبة الله كيف تتم، وما معناها مأجورين في ضوء الشريعة الإسلامية؟ مراقبة الله عز وجل هي العمل بطاعته في الحضور وفي الغيبة، مراقبته دائما، قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يراقب الله عز وجل فلا يبارز بالمعصية، وإذا حصل منه معصية فإنه يبادر بالتوبة، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: ما حكم اقتناس سيارة من بنك بصيغة البيع للآمر بالشراء، حيث يطلب العميل من البنك شراء
السيارة، ثم يشتري البنك السيارة، ثم يستدعي العميل لإمضاء العقد ودفع جزء من أقساط السيارة، ثم يستلم العميل السيارة من البنك. لا يجوز للبنك ولا لغيره أن يبيع شيئا إلا وهو يملكه. لا يجوز، من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له في بيعه كالوكيل. لا يجوز أنه يبيع السيارة وهو لا يملكها ثم يمضي ويشتريها يسلمها للمشتري، لا، هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما ليس عندك. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ. نحن، يقول السائل، مجموعة من الزملاء جمعنا مبلغا من المال وقدره 20,000 ريال لغرض عزيمة أحد زملائنا الذي أمضى خدمات جليلة معنا في العمل وهو من ذوي الأخلاق الطيبة، وطلب تأجيل العزيمة لوقت آخر، والآن مرت سنة على هذا المبلغ، هل فيه زكاة يا شيخ؟ نعم فيه زكاة، لأنه مضى عليه سنة وهو مرصود وله مالكون، تجب فيه الزكاة لأنه لم ينفذ. نعم، جزاكم الله خير. الشيخ صالح سائل يقول: أرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله توجيه نصيحة إلى الآباء الذين لا يعرفون ما يعرض في القنوات الأجنبية وما يشاهده الأطفال، فالأطفال هم ثمرة القلوب، والشباب في خصوصا في وسائل التواصل. الرجل راع، قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته. الرجل مسؤول عن من في بيته من النساء والأطفال والسكان، بحيث يبعد عنهم وسائل الشر والقنوات الهابطة، يبعدها عنهم وعن بيته، ولا يكون من هذا تساهل أو مطاوعة للسفهاء. نعم، حفظكم الله وسدد خطاكم. هل تقطيع العروس لقالب الحلوى يوم الزواج يعتبر شيخ من البدع؟ لا، هذا من العادات المباحة. نعم، إلا إذا اعتقدوا في تقطيعه لها، اعتقدوا أنه يسبب الوفاق بين الزوجين أو يسبب البركة، هذا لا يجوز، الاعتقاد هذا فاسد. نعم. هذا السائل أبو عمر يقول: أرجو من شيخنا الكريم الشيخ صالح التكرم بتوجيه النصح لصغار طلبة العلم ممن يتابعون حوارات ونقاشات تثير عندهم الكثير من الشبهات، كونهم قليل البضاعة في العلم الشرعي. لا يجوز لطلبة العلم أن يتابعوا هذه القنوات أو هذه الوسائل التي تعرض فيها هذه الأمور التي تشوش عقيدتهم وتشوش أفكارهم. عليهم أن يأخذوا العلم عن العلماء، ولا يأخذوا عن المواقع وعن القنوات وما يعرض فيها. نعم. هل يجوز، يقول السائل، لأبي الرجوع في هدية أهداني إياها بمناسبة زواجي، علما بأنه أشهد على هذا المبلغ بعض الإخوة؟ نعم، يجوز للوالد أن يرجع هبته لابن الوالد خاصة. نعم. وإلا غيره لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه ثم يعود في قيئه، فلا يجوز الرجوع في الهبة بعد قبضها إلا للوالد، لأن الوالد يأخذ من مال ابنه ما لا يضر الابن ولا يحتاجه، فيجوز له الرجوع خصوصا إذا قصد التسوية بين أولاده. نعم. الشيخ صالح، الفرق بين الاستعانة والتوكل؟ التوكل هو تفويض الأمور إلى الله عز وجل والاعتماد عليه، وأما الاستعانة فهي طلب العون، طلب العون من الله. الاستعانة تكون بالله وتكون في المخلوق فيما يقدر عليه، المخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. شيخ الأخت تقول: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، وهل تصلي المرأة في ذلك؟ الفرق أن دم الحيض دم طبيعة وجبلة، وأما الاستحاضة فهي نزيف، ليس وهي نتيجة مرض، نتيجة مرض، والحيض ليس نتيجة مرض، وإنما طبيعة وجبلة. وأيضا الحائض لا تصوم ولا تصلي، وأما المستحاضة فيجب عليها أن تصوم وأن تصلي لأنها طاهر. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يذكر بأنه راعي منذ سنوات فضيلة الشيخ ومحافظ ولله الحمد على الفروض، ويؤذن في الأوقات ويصلي لوحده، ولكنه يقول: يتقطع قلبي، أريد أن أخذ أجر الجماعة، هل يحسب لي وأنا على مر هذه السنين أجر الجماعة وأنا وحدي؟ نعم، إذا كنت ترعى الإبل أو الغنم وتقيم الصلاة وتؤذن ولو أنت وحدك تؤذن، أنت على أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من راعي الغنم في الشظية من الجبل يؤذن
الصلاة. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في أسئلتهم واستفساراتهم في برنامج نور على الدرب. أشكر فريق العمل من الفنيين والمخرجين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.